السلام عليكم. جالاكسي اس 25 الترا وتسريب مهم، تسريب رقم الطراز للهاتف يثير التشويق. تسريب رقم الطراز يثير التشويق للكشف عن احدث ابداعات سامسونج. كل هذا واكثر اعزائي الكرام في هذا التسريب الحصري على قناتكم كانسي سعد. اتمنى منكم دعم القناه بقوه عبر الضغط على زر الاشتراك وتابعوا الفيديو حتى النهايه. بينما تتركز الأنظار حاليا على الجالاكسي زي فولد 6 والجالاكسي زي فليب 6 وساعات الجالاكسي أيضا والجالاكسي رينج، سيكون الجالاكسي الاس 25 ألترا محور الاهتمام بعد حدث الجالاكسي أنباكد القادم. من المتوقع أن تجلب سامسونج تغييرات كبيرة مع سلسلة هواتف الجالاكسي الاس 25. سمعنا بعض الشائعات حول سلسلة هواتف الجالاكسي الاس 25 والآن ظهرت طراز الألترا في قاعدة بيانات الإيمي التي تديرها أو يديرها موقع أندرويد هيدلاينز. كشف رقم طراز الجالاكسي الاس 25 ألترا في قاعدة بيانات الإيمي. كشفت قاعدة بيانات إيمي عن رقم طراز الجالاكسي الاس 25 ألترا، ولم تكن هناك أي مفاجآت. يحمل الجالاكسي اس 25 ألترا رقم الطراز الاس ام اس 938 يو. يشير الحرف يو هنا إلى الطراز الذي سيتم بيعه من خلال شركات الاتصالات في الولايات المتحدة. من المرجح أن يحتوي رقم طراز النسخة الدولية على الحرف بي في النهاية. سوف تحمل طرازات الجالاكسي الاس 25 والاس 25 بلس أرقام الطرازات اس ام اس 931 اكس واس ام اس 936 اكس، حيث يتم استبدال الحرف اكس بيو للنماذج المغلقة على شركات الاتصالات الامريكية، ويو 1 للنماذج غير المغلقة، وبي للنماذج الدولية، وان لكوريا، وهكذا. باستثناء رقم الطراز لا يوجد شيء جديد يمكن معرفته هنا، مع بقاء ما لا يقل عن 6 أشهر على إطلاق سلسلة الجالاكسي الاس 25. سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تبدأ الشائعات والتسريبات في الظهور بشكل كبير لمعرفة كل شيء عن هواتف السلسلة قبل الإعلان الرسمي لهواتف الجالاكسي في الظهور. الآن شاركنا رأيك بالتعليقات حول أهم ميزة يجب أن يأتي بها الجالاكسي الاس 25 ألترا. شاركونا عبر التعليقات ولا تنسوا دعم القناة. دمتم سالمين وأحبكم، مع السلامة.